الذكرى الثانية لوفاة الصحفي محمد عبد العبسي، أين اختفى ملف التحقيقات؟ هل تتعمد نيابة البحث الجنائي بصنعاء إخفاء ملامح هذه القضية؟ أهلا بكم. عامان منذ وفاة الصحفي محمد عبد العبسي مسموما ومختنقا بغاز أول أكسيد الكربون، رغم كل المطالبات الأسرية والمجتمعية والنقابية باستكمال التحقيقات إلا أنها لم تلقى آذانا صاغية. المتهمة هنا هي نيابة البحث الجنائي بصنعاء التي يقول كثيرون إنها حالت دون استكمال الإجراءات والتحقيقات لكشف ملابسات القضية. القضية تعد أحد أبرز قضايا الرأي العام، تصنف من ضمن قضايا التصفيات المنظمة. يترافق كل ذلك مع ما يمكن أن نقول إنه عتب من أسرة الصحفي والمهتمين بقضيته بسبب ما يعتبرونه إغفالا لملفها وعدم وقوف الصحافة أمام الاختلالات التي شابت إجراءات التحقيق وكشف تلك الاختلالات للرأي العام. لذا نتساءل، ما الذي استجد في ملف القضية؟ ما الذي قدمته المؤسسات النقابية والصحفية بهذا الصدد؟ وحيدا كالقطرة، جميعا كالأمطار، لم يكن عبثا أن وسم ديوانه بهذا العنوان. إنه الصحفي الاستقصائي محمد عبد العبسي الذي وقف وحيدا كقطرة يتيمة في وجه طوفان الفساد، وكان جميعا كالأمطار وهو يتخذ من حقوق الناس هما وقضية ليدافع عن حق الجميع. تمر ذكرى رحيله الثانية التي تصادف 21 من ديسمبر بصمت موحش لا يخلو مما أصاب البلد برمته. أنقضى العام الثاني من عمر الجريمة، وملف القضية لا يزال في أروقة إدارة مكافحة الجرائم بالعاصمة صنعاء. يقول متابعون إن إدارة البحث الجنائي الخاضعة لسلطة الميليشيا لم تكتفي بغض الطرف عن العبث الذي طال ملف القضية وإخفاء التقارير والأدلة الرسمية المؤكدة للجريمة، بل إنها سعت لدفن ملف القضية في مهدها واحتجازه في أدراجها وإعاقة كافة إجراءاتها منذ عامين كاملين، ناهيك عن حرمانها لأسرة الصحفي في الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية لتنتهي قضية تصفية الصحفي العبسي كغيرها من القضايا التي قيدت ضد مجهول. تقول الوثيقة هذه التي حملت شكوى ورثة الشهيد الصحفي ضد نيابة البحث الجنائي بأمانة العاصمة إن هناك قصوراً واختلالات متعمدة وغير مبررة تحول دون تنفيذ إجراءات جدية في استمرار التحقيق. كانت الأدلة الجنائية والمخبرية قد أثبتت أسباب وفاة الصحفي العبسي بالتسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، كانت جريمة قتل واضحة، ولكن ظل مرتكبها مجهولاً. خاض العبسي معركة حقيقية ضد الفساد وكشف العديد من صفقات نهب المال العام واصطدم مع العديد من رموز الفساد وتعرض للتهديد كثيراً بالتصفية، فكان اغتياله رمزاً لعصر غياب الدولة وسيادة التوحش والعنف وغياب القانون. كان حينها قد أنهار كل شيء وسيطر القتلة على كل شيء أيضاً. تكتب شقيقته على صفحتها في الفيسبوك، بقى يوم واحد لتتم عامك الثاني وما زال الغموض يغطي قضية مقتلك التي تكاد تكون واضحة ومكشوفة للجميع. الصحفي محمد دفع حياته ثمناً للحقيقة، فهل انتصر له الوطن؟ أم ماتت الحقوق وانتصر أباطرة الفساد باغتياله وطي صفحات ضحايا الحقيقة؟ مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي. أهلا بك أستاذ. مرحبا محمد. بك أستاذ وجيه والمشاهدين، حياكم الله. كما أرحب بمن تنضم إلينا عبر السكايب من القاهرة، شقيقة الشهيد محمد العبسي قبول العبسي. أهلا بك سيدة قبول. أهلا بك قبول ضيوفك. أهلا بكم معنا. إذن أبدأ معك سيدة قبول، إذن عامان منذ وفاة الشهيد محمد العبسي، لابد أنها ذكرى صعبة بكل طبيعة الأحوال، بكل تأكيد. هل لك أن تذكري لنا تفاصيل ما وصلت إليه قضية محمد، سواء من ناحية التحقيقات أو من ناحية تفاعل وتعامل الرأي العام معه؟ أولا طبعا للأسف عامين مر على مقتل أهم وأبرز صحفي استقصائي في اليمن ومن أهم مقارعي الفساد في اليمن، والمؤسف أن تتم التحقيقات بشكل
محاولة لإخفاء القضية وببرود تام من كافة الأطراف. بالنسبة للقضية لم يكن هناك تحرك جاد من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء. كانت هي محاولة فردية مننا كأسرة الشهيد لمحاولة جمع استدلالات لملف القضية كي يكون لنا في وقت من الأوقات في حال كان هناك حكومة في اليمن وتصلح الأوضاع بمطالبة بفتح ملف التحقيق من جديد، لأن بالنهاية هي سلطة أمر واقع لم يتم بعمل أي تحقيقات. كان هنالك تميع للقضية، محاولة لإخفاء الحقيقة، محاولة لتميع القضية، تقييدها ضد مجهول، وكل فترة كان يظهر لنا كان يظهر لنا بأعذار واهية لإغلاق ملف القضية ليس إلا. فكان تحرك فردي ولم نستطع حتى جمع استدلالات لملف القضية، وكانت محاولة إخفاء كبيرة. قدمنا لهم أسماء أشخاص نريد التحقيق معهم، نريد ونريد ونريد، لم يكن هنالك أي تحرك من قبل سلطة الأمر الواقع، ولم يكن هنالك أي ضغوط لا طيب، دولية نعم، ولا حكومية لهم. سنعود إلى مسألة الضغوط الدولية والحكومية. فيما يتعلق بما قلت أنه تميع لهذه القضية، هل أعطعت يعني أوردت لنا أبرز الحقائق المتعلقة بما حصل لمحمد العبسي؟ ما هو تقرير الطب الشرعي؟ ما الذي قاله؟ تقرير الطب الشرعي أو تقرير فحص العينات في الأردن كان تشبع الجسم بمادة أول أكسيد الكربون بنسبة 65%، وهي قاتلة وإصابة اختناق، إضافة إلى حروق في جسمه وانفجار في الأذن والأنف. وكانت هي واضحة التقرير أنه سم أو تسمم بمادة أول أكسيد الكربون بنسبة كبيرة جدا 65%، وهي قاتلة 100%. فهذا كان أبرز ما في التقرير. طيب، إذا ما هو المبرر لدى هناك احتمالية إذا كبيرة لاغتيال محمد؟ إذا ما هو مبرر البحث الجنائي في أنه لا يقوم بمزيد من التحقيقات؟ ما الذي يقدمه؟ ما الذي يقوله؟ هو بالأول كانوا يقولون أنها قضية شبه جنائية ليست أكيدة، وبعد تسليمهم لنتيجة الأردن أصبحوا يقولون أنها عرضية، بأنه أول أكسيد الكربون صعب أنه يؤخذ كسم، فكانوا يقولون أنها عرضية. وفي إحدى المرات قالوا لنا أنه سيتم تقييد ملف القضية ضد مجهول لعدم اكتمال شبهة جناية القتل في الجريمة. فبعدها أصدرنا بيان وأعادوا ملف القضية بشكل غير كامل وغير حقيقي، يعني كانت مجرد شكليات. وفي آخر آونة قالوا أنهم سيسجلون أن القضية كانت ليست اغتيال، كان موت عرضي نتيجة استنشاقه لغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان أو ماطور كهربائي. نعم، طيب دعينا نقف هنا، أعود إليك أستاذ محمد. وفقا لهذه التفاصيل، كيف ترى المشهد؟ أولا أخي العزيز، شكرا لك ولقناة بلقيس للتذكير بقضية الأخ الزميل الصحفي محمد العبسي رحمه الله، ونسأل الله عز وجل بهذه المناسبة أن يتغمده بواسع رحمته. وأطلب من آمين. السادة المشاهدين قراءة الفاتحة على روح الزميل الصحفي محمد العبسي وكل الشهداء الذين قضوا في هذه الحقبة المظلمة من تاريخ اليمن بوسائل شتى. تعددت وسائل القتل والنهاية واحدة، هي التغييب عن الحياة. في الحقيقة رحمة الله تغشاه. رحمة الله تغشاه. الأخ محمد العبسي صحفي استقصائي يمني تشبع بحب اليمن وبحب الصحافة والمهنة التي كان يتفانى بالفعل في العمل في على في 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 ضوء معايير هذه المهنة بصرامة وبحثا عن الحقيقة وانتماء للحقيقة، وكان بالتالي دفع روحه ثمنا لهذا الطريق الحقيقة، الطريق النبيل الذي سلكه الزميل العبسي. اليوم مضى عامان على وفاة الزميل محمد العبسي مسموما مغدورا به في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية. عندما نتحدث في الحقيقة عن مطالب بإجراء تحقيق ومحاسبة وتحقيق العدالة لقضية أو في قضية الزميل الصحفي محمد العبسي، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أولا
مسألتان أو مسألتين. الأولى أن السلطات التي كانت أو سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء حيث كان يسكن الزميل محمد العبسي مسؤولة عن حياة الناس الموجودين هناك، وبالتالي أي تهديد لحياة الناس أو فقدان لحياة أحد فهي المسؤولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي مسؤولة عن حماية أرواح الناس. المسألة الثانية أننا نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن هذه سلطات تفتقد للشرعية، وبالتالي كانت عملت منذ الوهلة الأولى على تقويض العدالة ومؤسسات الدولة، وبالتالي منظومة العدالة في البلاد للأسف مختلة، وكنا نحذر منذ الوهلة الأولى من خطر التلاعب بقضية الصحفي الزميل محمد العبسي. كان هناك جهود في الحقيقة ونضالات يعني نبيلة لأسرة الزميل العبسي ولبعض النشطاء الحقوقيين ونقابة الصحفيين، وأسفرت ضغوطات الأسرة عن استجابة السلطات لأخذ عينات من رفات أو من جثمان الزميل العبسي، وأرسلت إلى مختبرات في العاصمة الأردنية عمان وتم فحصها وأثبتت بالضبط أنها كان أنه قضى مسموما بأول أكسيد الكربون بنسبة كما أشير إليه في مداخلة شقيقة الأخ العبسي. وبالتالي كان هناك الحقيقة شكوك منذ البداية أن وفاته في بتلك بهذا الغموض وراءه قصة يعني، وجاء تأكيد جاء تقرير الطب الشرعي أو المختبرات في الأردن ليؤكد هذه الشكوك، ولكن يبقى الآن المسؤولية على عاتق سلطات الأمر الواقع في إن كان بالفعل جديرة بتحقيق هل يمكن أن تقدم يعني أدائها إلى الآن؟ هل يمكن أشكك أن تقدم معلومات في هذا السياق؟ على الأقل أن تكشف سلطات الأمر الواقع عن ما الذي حققته في مسار التحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة، وما الذي تم بخصوص المشتبه بهم، ويعني هل أجرت أي تحقيقات مع أشخاص يعتقد أو يشتبه أنهم متورطون في قضية في الوقوف وراء مسألة تسميم الصحفي العبسي. لكن كل هذه الأمور تظل حتى الآن بحسب ما سمعناه من تصريح أسرة الشهيد العبسي أنه هناك محاولة كما يبدو للالتفاف على مطالب التحقيق وكشف الحقيقة. طيب، كانت هناك لجنة تم تشكيلها، أسألك قبول حول ما الذي حدث مع هذه اللجنة؟ يعني الرأي العام يبدو أنه كان هناك رأي زخم كبير في يوم وفاة محمد، زخم كبير حول طبيعة الوفاة وما حدث بالضبط، وهناك تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية من الصحفيين والحقوقيين، ما الذي توصلوا إليه؟ ما الذي يقومون بفعله؟ هذه اللجنة كان مجموعة من أصدقاء محمد بادروا بالمساعدة والوقوف إلى جنبنا للوصول إلى حقيقة، وأولها أولاً كانت لتسهيل عملية تشريح الجثمان ونقلها. كنا نتابع عملية التشريح وإخراج التصريحات والموافقة من السلطة في صنعاء والتصريحات من عدن للمقدرة بتسفير العينات إلى الأردن. فيما بعد لم يكن هناك أي متابعة بشكل مباشر، لأن بالنهاية كانت التحقيقات غير فعالة في صنعاء. البحث الجنائي حاول أن يصل إلى حيث أي لجنة للتحقيق، كانوا متخوفين جدا من حكاية اللجنة الدولية التي صرحت عنها اليونسكو، فحاولوا أنهم يسيطروا على الوضع، وكان الأغلب بعض الصحفيين أو اللي كانوا معنا في لجنة التحقيقات يعني يحاولوا أن يحافظوا على حياتهم. بنهاية الأمر كانت السلطة في صنعاء تتعامل بهمجية كبيرة جدا معنا ومع أي أحد يفتح ملف قضية محمد أو يحاول التحدث عنها، فهم كانوا يرفضون أي اتهام وما زالوا يؤكدون. طيب، أنها هل تتهمون أنتم أحدا يعني؟ هل تتهمون أنتم أحدا معينا بهذه الحادثة؟ هل هناك أشخاص معينون توصلتم إليهم من خلال المعلومات التي ترد إليكم سيدة قبول، أو جهة بطبيعة الحال تتهمون بها ما حدث لمحمد؟
لا نستطيع أن نواجه اتهام لأي أحد بشكل مباشر، أولا لعدم حصولنا على الأدلة الكافية. وقضية مثل القضية التي كان يعمل عليها محمد مؤخرا كانت قضية كبيرة، ما هي؟ وقد يدخل فيها العديد من الأطراف التي تتضرر منها، فبالتالي صعب أن نحن نوجه اتهام لطرف بعينه. يعني قضية النفط والسوق السوداء كانت متشعبة كثير وكانت لها ثقلها، فبالتالي كان هناك العديد من الأطراف التي يعني مصلحتهم تصب في اغتيال محمد العبسي. نعم، طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة قبول. كذلك أستاذ محمد، أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكاتب والباحث سيد ماجد المذحجي عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ ماجد. إذن قضية كبيرة بالنسبة لمحمد العبسي، هناك الكثير من المطالبات بكشف الحقائق. أنتم كنتم كونتم لجنة خاصة من أصدقاء محمد كمحامين صحفيين حقوقيين بشأن دعم هذه القضية، ما الذي وصلتم إليه إلى الآن؟ مرحبا. بداية نحن فعليا تشكلت هذه اللجنة حينها لمتابعة القضية ومحاولة الوصول بحد أدنى لمعرفة ما يمكن إن ذاك ذهب المسار باتجاه استخراج عينات من المرحوم وعمل يعني فحص جنائي فيما يخصه في الأردن، وهذا المسار المعروف للجميع. لكن المشكلة في الأخير هو أنه مسارات القضية يجب أن تأخذ مسارا قانونيا. المشكلة أيضا أنه هذا المسار القانوني هو خاضع لولاية الحوثيين، يعني في منطقة وفاة المرحوم هي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، بالتالي الإجراءات القانونية المتصلة بكشف ملابسات حقيقة وفاة صديقنا محمد كانت مقيدة تماما بسبب تعطيل المسار كله في النيابة في صنعاء وفي إدارة البحث في صنعاء. بالتالي فعليا كان الحائط مسدود. يعني الصديق العزيز نجيب المحامي الموكل من العائلة تبعت هذه القضية كتب أكثر من مرة أنه تعطل سير الإجراءات بشكل غير مفهوم غير مبرر، وهو فعليا سياق مفهوم بالنظر إلى أنه أحد أوجه الاشتباه هي سلطة الحوثيين في صنعاء. بالتالي أسقط من يد الكثيرين. قضية محمد هي جزء من القضايا العالقة في بلد يكمل وينزف. محمد هو تكثيف لوفاة محمد، العجز عجزنا نحن أصدقائه، وعجز المؤسسة العدلية، وعجز أنصار الحرية في اليمن والصحفيين والباحثين كلهم، وعجز فعليا أمام كل هذه الظروف. طيب هل يطلب يعني هل تطلب هذه القضية من وجهة نظرك يعني تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة وكشف ملابساتها؟ هي تحتاج مسار عادي، مسار إجرائي قانوني. المشكلة أنه هذا المسار الإجرائي القانوني، يعني لجنة تحقيق لكن بدون صلاحية قانونية تغطية قانونية موجودة في اليمن لا فرص أمامها، لأنه كل الحيثيات كل الاطراف كل المشتبه بهم او الفرص التحقيق الجنائي كلها متصله بان ضروري تكون هذه اللجنه موجوده على ارض الواقع. هذا غير متاح الان، متاح بسبب هذه التعقيدات الموجوده في صنعاء، بسبب مشكله انه نحن بالمجمل من نبحث عن الحقيقه فعليا مطرودين او مقيدين. الوضع مخيب بالتاكيد، لكن يجب ان تظل قضيه محمد حاضره وتذكير دائم بانه هناك من يعوق دائما إجراءات العدالة وتحديدا الانتصاف لذكرى محمد وكشف حقيقة ما جرى له. يعني هذا سيبقى دائما أحد الأوجه ربما يكون هذه اللجنة، لكن فعليا هو أحد الأسئلة ما هي فرصها أيضا. طيب ما الذي يمكن عمله الآن في هذا السياق لأن محمد يعرف عليه على أنه واحد من أبرز صحفي التحقيقات الاستقصائية في اليمن، ما الذي يمكن عمله على الأقل إذا كان يعني تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة، معرفة حقيقة ما جرى بالضبط غير ممكنة الآن لسبب أو لآخر، ما الذي يمكن فعله لتخديد مسألة ما كان يمثله محمد؟ يجب حماية إرث محمد. محمد يعني لا يجب أن يقتصر الأمر فقط على التفجع بما حدث لمحمد. محمد هو أهم ما قدمه محمد، أنه شكل علامة في وعي الكثيرين، يعني وأداء المهني وأداء الشخصي شكل مولد ملهم للكل من المسؤولية على الجميع، على من أحب محمد أو رأوا فيه أن يكون أن يحافظوا على إرث الشخصي، سواء أدواته
طبيعة عمله، ما أنتجه نفسه، أيضا التجربة والسلوك الذي قدمهم. يعني أعتقد أن جزء من الإخلاص لمحمد هو أن تتعمق وتجربة الصحافة الاستقصائية في اليمن، بالتالي إكمال المشوار اللي فعليا محمد كان أحد أوائل من فتحوا هذه التجربة في اليمن بطريقة جريئة واستثنائية. محمد ملهم تجربة، هو تعدى كونه صديقنا ليصبح رمز لسلوك لأداء مهني لأداء بعضي. هذا ما يجب التخليق أساسا لدى محمد، إرثه الشخصي المباشر وتجربته والنموذج الذي شكله. أعتقد هذه المسؤولية التي يجب الجميع تذكرها وإقرانها باسم محمد العبسي وما كان عليه. أشكرك أستاذ ماجد المذحجي الباحث والكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ محمد، هل تتفق مع ماجد من ناحية عدة نقاط؟ أولا يقول أنه من يريد أن يكشف الحقيقة غير قادر على كشفها الآن بسبب وضع البلاد العام، وكذلك على طريقة تخليد ما كان يمثله محمد. بالفعل أنا أتفق كليا مع ما طرحه الأستاذ الأخ ماجد المذحجي فيما يتعلق أولا بإشكاليات التحقيق في صنعاء. هو أشار إلى مسألة أنه الوضع معقد، وأنا أقولها بصراحة أنه أولا سلطة الأمر الواقع سلطة غير شرعية، وهي وصلت إلى أن تكون سلطة أمر واقع بقوة السلاح والعنف والغدر بالشركاء الوطنيين، وبالتالي ليست محل ثقة أولا لتكون جديرة بأن تتيح لمؤسسات الدولة على الأقل الواقعة تحت قبضتها لإجراء تحقيقات شفافة ومحايدة ومستقلة يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة في قضية محمد العبسي الزميل الصحفي الاستقصائي أو أي طيب من على ماذا القضايا تبني ذلك؟ التي انتهكت. يعني لماذا تبني ذلك؟ لماذا تبني هذا الاتهام؟ طبيعة السلطة سلطة الأمر الواقع سلطة الأمر الواقع في صنعاء هي طبيعة أولا غير ذات شرعية قانونية أو سياسية، ووصلت إلى السلطة كما أشرت بناء على العنف والسلاح والغدر بالشركاء الوطنيين والانقلاب على السلطة، ولا يوجد أي حكومة في العالم تعترف بسلطة الأمر الواقع في صنعاء أو بشرعيتها، وإنما يتم التعامل معها في إطار العمل الإنساني والإغاثي فحسب، وحتى في مسألة الحوارات التي تتم مع هذه الجماعة الانقلابية في صنعاء تتم في إطار البحث عن حلول للمآسي الإنسانية، وبالتالي إمكانية تحقيق اتفاقات سلام تكون ذات طابع إنساني بطبيعة الحال، يعني أو تكون المدخل يكون المدخل قضايا إنسانية. لكن في المحصلة النهائية أعتقد أنه أيضا كما أشير قبل قليل يجب الحفاظ على الموروث الأخ محمد العبسي، سواء سلوكه في العمل الاستقصائي الصحفي أو يعني وضوحه وطريقته في العمل على كثير من القضايا التي أضاءت في الحقيقة الطريق أمام الصحفيين للبحث في الكثير من القضايا الشائكة. محمد العبسي على سبيل المثال عندما تحدثت معه في آخر أو ربما قبل أسابيع من وفاته رحمه الله كان يتحدث عن تهديدات يتعرض لها، أشار لي إلى أنه تحطم زجاج سيارته عندما بدأ بالحديث عن السوق السوداء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وكتب فعلا كتب عن السوق السوداء التي تديرها الجماعة الانقلابية في صنعاء، وكتب عن صفقات الفساد في شركات النفط، وتحدث أيضا عن شركات نفط أنشئت حديثا لقيادات من جماعة الحوثيين مقربين من زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، كتب أيضا عن قرارات الجماعة الحوثية الانقلابية فيما يتعلق بتعويم أسعار المشتقات النفطية وأسعار أيضا وانهيار العملة، انهيار العملة المحلية في اليمن بدأ منذ وقت مبكر من عمر الانقلاب الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثيين، وتحدث عن أهم الإشكاليات التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وبالتالي بداية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلد، هو العبث بالاحتياط النقدي الذي وضعت الميليشيا الحوثية أيديها عليه في البنك المركزي وبدأت بالتصرف، وكثير من الإشكاليات. هو أيضا دحض الكثير من أكاذيب الميليشيا الحوثية فيما يتعلق بمحاولة تبرير الأوضاع المعيشية وعدم صرف رواتب الموظفين وإلقاء باللوم دائما على ما كانت تسميه العدوان،
وأثبت أنه أن عندما كانت تتحدث الميليشيا الحوثية مثلا عن الحصار وحصار دول ما تسميه العدوان، أثبت أنه السفن كانت ترسو في ميناء الحديدة وأن الواردات مستمرة عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، وكتب عن هذا الموضوع. كتب أيضا وهنا في نقطة مهمة أخي العزيز عن قمع الصحفيين في حقبة ما بعد الانقلاب في اليمن، كتب عن الواقع المعتم للحريات الصحفية، وفي الأخير كانت روحه ثمنا لهذه. طيب دعني أعود إلى الأستاذة قبول. سيدة قبول، يعني في سياق ما هي رسالة أسرة محمد العبسي الآن للجميع، سواء للأصدقاء أو للجهات المعنية الرسمية أو للمنظمات والاتحادات النقابية أيضا الصحفية على الأقل؟ طبعا أثني على كلام الأستاذ ماجد المضحكي، نحن الآن نحاول ونطلب منهم تخليد اسم محمد العبسي وإحياء ذكراه دون أن يلجأوا لأسرة محمد أو المطالبة من أسرة محمد لإحياء ذكرى محمد العبسي. إضافة إلى ذلك، نحن نطالب إلى تشكيل فعلا لجنة حقيقية ومتابعة قضية التحقيق في قضية مقتل محمد العبسي. إضافة إلى طالب كنا في إحدى الفترات في إحدى المنظمات هي أمينستي، إيجاد تحليل علمي لنتيجة فحص العينات والأعراض التي ظهرت عليه قبل وفاته وبعد وفاته، فهناك إمكانية لهم في نقض نتيجة الفحص في الأردن. ونطالب بتوصيل قضية محمد إلى الرأي العام الدولي، إلى مجلس الأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الإنسان، لأن قضية محمد ليست بالقضية السهلة، واستهداف الصحفيين بهذه الطريقة ستكون هي بداية لاستهداف ما بعد محمد العديد من الصحفيين وإغلاق ملف القضية كأنه مقتل عادي. أشكرك إذن سيدة قبول العبسي الشقيقة الشهيد محمد العبسي، كنت معنا عبر الهاتف من أو عبر السكايب من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ محمد، إذن ليس فقط الصحفيين، ليس فقط الناشطين، يعني أطياف كثيرة من المجتمع اليمني تستهدفهم الميليشيات. نحن نتحدث اليوم عن نموذج من الصحفيين محمد العبسي. برأيك هل يعني إذا ما كان الاتهام قد أثبت في نهاية المطاف، هل يعني يمكن عمل شيء ما خلال مما يمكن للناس، مما يمكن للمجتمع، للرأي العام، لتجاوز هذه الاستهدافات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي للصحفيين؟ أولا أخي العزيز، أود أن أشير وكنت أتمنى أن يطرح أيضا حول للحصول على مزيد من التفاصيل عن اقتحام منزل أسرة محمد العبسي أو منزل العبسي قبل اغتياله مسموما بأسابيع أو عدة أشهر من قبل عناصر ميليشيا الحوثيين وأفزعوا أسرته. كان هو حينها خارج اليمن في فعالية إعلامية أو صحفية، ويعني تم هذه كانت مقدمة أو إرهاصات، إحدى الملابسات أيضا، الملابسات التي ربما أريد إسكات صوته خلالها لكن لم تنجح المحاولة أو لم يتمكنوا من إسكات صوته، رغم أنه بالفعل كما أيضا قال لي في إحدى المحادثات بيني وبينه أنه كان يحاول دائما أن يكون في الوضع الصامت بحكم أن الوضع لا يسمح له أحيانا يعني الذهاب بعيدا في تناول القضايا بالفعل، وكان يحاول يكشف بعض الحقائق ويعمل موازنة ما بين الحرص على بقائه وعلى أسرته وعلى حياته، وهذا حق مشروع طبعا، وبين أيضا أن يكشف حقائق ويوضح للرأي العام، لكن للأسف الشديد كان الواقع لا يتيح له ذلك وبالتالي تم تغييبه كما نشاهد. ما يتعلق بمسألة ما إذا كان بالإمكان محاسبة الفاعلين، أعتقد أو أي إن كان بالإمكان أيضا حماية الآخرين بحسب ما أفهم من سؤالك، أعتقد أن كل الصحفيين والناشطين الواقعين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإنقلابية أو للأسف الشديد أيضا حتى في المناطق التي نقول أنها حررت من قبضة الميليشيا الحوثية ولكنها سلمت لميليشيا أخرى أيضا خارجة عن سلطة الشرعية،
ليس هناك حماية للأسف الشديد لحقوق الإنسان بشكل عام، وخصوصا الناشطين والإعلاميين الصحفيين. يتعرض الصحفيون باستمرار لمضايقات، لانتهاكات، لقمع، لاختطافات، وأحيانا يصل حد القمع إلى القتل أو الإعدام. وحتى في آخر تقارير المنظمات الدولية تتحدث عن أن اليمن واحد من أكثر البلدان قمعا للحريات الصحفية، ومن أسوأ البلدان في العالم على حياة الصحفيين. وبالتالي ليس هناك للأسف الشديد في ظل هذا الواقع القاتم حماية للصحفيين أو للناشطين. نتذكر الآن في هذه اللحظة أن هناك زملاء صحفيين لنا مغيبون في السجون الميليشيا الإنقلابية في العاصمة صنعاء، ويتعرضون لصنوف التنكيل والتعذيب وسوء المعاملة، وأحيانا يتم محاولة غسيل جرائم الانتهاكات بحقهم بتقديمهم إلى محاكمات غير عادلة ولا تتمتع بالحد الأدنى من معايير العدالة، أمام أجهزة أمن أيضا، وأمام أجهزة قضائية خاضعة أساسا لسلطة الميليشيا الإنقلابية. وبالتالي أعتقد أن الواقع في غاية السوء بالنسبة للناشطين والصحفيين، ويتطلب بالفعل أن ترتفع أصوات المنظمات الحقوقية المحلية والناشطين الذين أتيح لهم الخروج من قبضة الميليشيا في مناطق سيطرتها، أن يرفعوا أصواتهم بشكل دائم، وإيصال هذا الواقع إلى أروقة المنظمات الدولية. أعتقد بالفعل أشترك مع ما طرحته شقيقة الزميلة العبسي في ضرورة إيصال قضية الأخ محمد العبسي إلى آليات الأمم المتحدة، لكن مسألة أن هناك يعني ونحن سنتحدث ربما الرأي العام يتحدث عن ذلك، مسألة عدم وجود تفاصيل ربما يعيق مسألة انتشار هذه القضية بشكل أكبر. على الأقل إلى الآن التفاصيل المتوفرة في قضيته بما في ذلك أيضا نتائج الفحص الذي تم في الأردن والمعلومات والشهادات يمكن البناء عليها، وبالتالي المطالبة بتحقيق أوسع لكشف كثير من الملابسات. طيب دعنا نشارك معنا في الحوار أستاذ محمد المحامي المهتم بقضية العبسي سيد نجيب الحاج. أرحب بك أستاذ نجيب وأنت تنضم إلينا من صنعاء. أين وصلت التحقيقات بحسب متابعتك؟ ما هي تفاصيل آخر التفاصيل لقضية محمد العبسي؟ مساء الخير لك وللسيادة المشاهدين. في البداية نشكر قناتكم على الاستطاعة الطيبة في إحياء الذكرى الثانية لرحيل الصحفي الاستقصائي. نعم. الادعاء والخاص والمتابعة منذ اللحظة الأولى في قضية الشهيد العبسي إلى سلوك الطريق القانوني ومتابعة إجراء القضية عبر النيابة العامة والأطر الرسمية والالتزام بسلوك النهج الطبيعي وعدم الانزلاق في المناكفات والتأويلات السياسية والتباينات التي تطلقها الأطراف السياسية بشأن القضية وما يحوم حولها من مؤثرات بما بشأن تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة كيفما كانت، وحتى لا يضيع حق الشهيد وورثته في مناكفات سياسية. في البداية هو لقد تم رفض منح ورثة الشهيد العبسي صورة من ملف القضية مما حال دون تمكنهم من الوقوف على الإجراءات المتخذة بشأنها. هل هذا الأمر قانوني أستاذ نجيب؟ هو هناك توجيهات من النائب العام بتصوير ملف القضية الأمر فوق على ورثة المبني عليها حق المساهمة في إجراء الحقيقة يعني. فقد توقفت إجراءات القضية منذ شهر أغسطس 2017 ولم تقم إدارة ونيابة البحث الجنائي باتخاذ أي إجراء بشأن هذه القضية بذريعة أنه يتواجد بعض الأشخاص الذين وردت أسماءهم في محاضر الاستدلالات في مناطق خارجة عن سيطرة سلطة صنعاء وتقع تحت سيطرة سلطات شرعية هادي، وهو عذر غير مقبول لا عقلا ولا قانونا ولا يبرر وقف الإجراءات. طيب سنعود إلى الانطباعات أستاذ محمد أستاذ نجيب عفوا سنعود إلى الانطباعات وتفسير ما يحدث، لكن أعطني حقائق الآن. ما الجديد أيضا في تفاصيل هذه القضية؟ أنا الذي تحدثت عنه أنه هناك سبب انتهاكات الآن، والمبررات التي تتدرع بها الجهاز الرسمي أن هناك أشخاص وردت أسماءهم تقع
يسكنون أو يقيمون في مناطق خارج نطاق سيطرتها، وكما قلت لك هذا العذر غير مقبول كونه لا يبرر وقت إجراءات القضية. فبإمكان إدارة البحث التي توالي إجراءات البحث والتحري في القضية أن تحرر مذكرات إحضار واستدعاء للأشخاص المطلوبين عبر رئيس النيابة ومخاطبة نيابة الاستئناف في المحافظة التي يتواجدون فيها. كما أن ذلك لا يبرر عدم قيام إدارة ونيابة البحث باستيفاء واستكمال جوانب القصور والنقص الذي شاب ملف القضية. طيب هل يكفي مسألة أن ما وصل إليه يعني التقرير تحليل عينة الجثة من أن العبسي مات مختنقا ومسموما بأول أكسيد الكربون، هل يكفي ذلك للاستمرار في هذه القضية ووضع هذه القضية كقضية جنائية؟ أستاذ محمد، أستاذ نجيد. جريمة؟ نعم تفضل. والفاعل والمرتكب الجريمة هو في النهاية شخص أو أشخاص مهما كان انتماءهم أو الجهة التي يتبعونها. فاستكمال جوانب القصور في ملف القضية وإطلاق صور التقرير في الإجابة على سؤالك، يعني بالنهاية التقرير الطبيب الشرعي هو دليل من أدلة القضية، يعني بالنهاية القضاء غير ملزم أن يعمل به أو قد يقضي القاضي بخلاف ما جاء بالتقرير. يعني بالنهاية أدلة القضية هي بالنهاية وحدة متكاملة من المحاضر، الأقوال، الاستدلالات، الأشخاص التي وردت أسمائهم، وهي بالنهاية تصل إلى نتيجة معينة تؤدي إلى اقتناع القضاء في الحالة أو سبب الوفاة أو المفاعل. طيب هل يعني وسط كل ذلك هل من المبرر لدى أسرة، يعني هل يمكن القبول بالنتيجة الحاصلة الآن من قبل أسرة وأصدقاء الشهيد أو أسرة وأصدقاء محمد العبسي؟ أسرة الشهيد محمد العبسي هي سعت في هذا الجانب وتابعت الإجراءات، لكن الكثير من المعوقات التي برزت منها عدم استكمال السير في إجراءات القضية واستدعاء الأشخاص الذي وردت أسماءهم وسماع أقوالهم واستكمال إجراءات التحري بالانتقال. إذا كان ملف القضية إلى الآن لم يرفق أصل التقرير الطبيب الشرعي، لم يرفق التقرير الفني المصور لجثة المبني عليه، يعني هذه من الأدلة المهمة التي كان يجب أن ترفق في ملف القضية، ولكن لم يتم حتى الآن استكمالها رغم مطالبة هيئة الادعاء الخاص بذلك وتقديم عدة شكاوي للنائب العام للرئيس النيابة توجيههم بذلك. إن الإجراءات في النهاية توقفت تماما وتم دفن القضية يعني في مهدها. أشكرك على إطلاعنا على هذه التفاصيل أستاذ نجيب الحاج المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك أستاذ محمد، ما تعليقك على هذه المداخلة؟ يعني في الحقيقة أولا هو يؤكد أنه في إشكالية في يعني ما يتعلق أولا بوقف الإجراءات التحقيق في القضية، هذه يعني إشكالية كبيرة. محاولة إلقاء اللوم على يعني الوضع القائم أعتقد أنه يعني لا يكفي لتبرير وقف إجراءات التحقيق في ملابسات هذه القضية وكشف الحقيقة. صحيح هناك انقسام في مؤسسات الدولة بعد الانقلاب الذي حدث وسيطرة الميليشيا الحوثية على مقرات المؤسسات الحكومية بما في ذلك أجهزة الأمن وأجهزة الضبط والتحقيق والنيابات وما أشبه ذلك، ولكن يفترض أيضا أن يكون هناك دور في الحقيقة للحكومة الشرعية والمعترف بشرعيتها، خصوصا وزارة حقوق الإنسان، وزارة الإعلام، والنيابة العامة والنائب العام المعين من الرئيس هادي، أن يكون لهم جهد فيما يتعلق بمسألة إن كان هناك أشخاص كما أشار الأخ المحامي في مناطق سيطرة السلطة الشرعية لضبطهم والتحقيق معهم. أعتقد أنه بالإمكان بالفعل السير في إجراءات القضية بشكل منفرد. أيضا أتمنى أن يكون هناك جهد للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أن يكون لها دور في الكشف عن هذه القضية أو في توثيق قضية اغتيال الصحفي الزميل محمد العبسي. وأتمنى من الأسرة بالفعل أن تواصل أو أن تعمل على التواصل مع اللجنة الوطنية من أجل توثيق القضية وتسجيلها وتقييدها في سجلات اللجنة الوطنية
لأنه فيما بعد يمكن أن تكون كافة القضايا التي وثقتها اللجنة جزء من الوثائق التي يستند عليها في مسألة التحقيق وكشف ملابسات الجرائم التي حدثت والانتهاكات التي حدثت خلال هذه الفترة. طيب الآن ما هو الدور؟ ما الذي يجب فعله بالنسبة للمهتمين بهذه القضية؟ من يعنيهم؟ ما الذي كان يمثله محمد العبسي للصحافة؟ وكذلك من يهتمون لكشف الحقيقة أو تحقيق نوع أو شكل من أشكال العدالة؟ في الحقيقة محمد العبسي يمثل أيقونة وعنوان بارز للصحافة اليمنية الاستقصائية، وكان قد خط بالفعل البداية للصحفيين للسير في طريق الصحافة الاستقصائية المهنية التي تبحث عن الحقائق وتكشفها للرأي العام، و نجح إلى حد كبير بالفعل في إرساء هذا النوع من الصحافة الذي تحتاج إليه اليمن، وبالتالي الجميع مدين لمحمد العبسي بهذا الجهد وبهذا وهذه البصمة التي تركها في العمل الصحفي، وعلى أيضا الأسرة أن تواصل النضال ومعها كل الناشطين والزملاء الصحفيين. نقابة الصحفيين عليها مسؤولية أيضا كبيرة في متابعة هذه القضية، وأيضا أتمنى أن يكون هناك جهد للحكومة الشرعية، وللأسف الشديد هناك كثير من القضايا تبدو الحكومة الشرعية هي آخر من يتحرك فيها، برغم أنه في حال تحركت في كثير من القضايا تتحرك. أعتقد أن وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الشرعية معنية بالاهتمام بهذه القضية، وهنا أوجه الدعوة للأستاذ محمد عسكر لوزير حقوق الإنسان للاهتمام بهذه القضية ومتابعتها. يعني هل يمكن أن على الأقل أن تعمل على رعاية أسرة محمد العبسي؟ وضحت هذه النقطة، لكن هل يمكن أن يكون هناك تأثير؟ لأن كما يعني نحن كنا نتحدث، محمد العبسي كان لديه تحقيقات استقصائية على شركات، على فساد، على كذا، هل يمكن أن يكون هناك تأثير لمن يمثله هؤلاء على محاولة إسكات هذه القضية أو يعني دفنها؟ من المؤسف بالفعل أن حيتان الفساد في اليمن موجودون للأسف الشديد، هم في الشرعية وهم في الانقلاب بشكل أكبر، ولدى الميليشيا، الميليشيا بحد ذاتها هي أكبر صورة من صور الفساد، وبالتالي ربما بالفعل يكون هناك شبكة للفاسدين الذين حاول محمد العبسي الاقتراب من مصالح هذه الشبكة وهذه الحيتان لكشف الحقائق حول صفقات الفساد، كان لها دور أو ضلوع في مسألة تصفيته وتغييبه بهذا الشكل، ولكن مع استمرار الضغوط سواء من قبل الناشطين والصحفيين أو حتى أيضا استمرار الضغوط على الحكومة الشرعية بما فيها وزارة حقوق الإنسان التي يفترض كما كنت قد أشرت قبل قليل جزء من التأكيد على شرعية الحكومة المعترف بشرعيتها هو الاهتمام بهذه الملفات وهذه القضايا، لأنه تعطي رسالة للمجتمع اليمني أنها بالفعل تتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية إزاء حقوق هؤلاء الناس في مقدمتهم الحق في الحياة، وإذا كان هذا الصحفي قد خسر حقه في الحياة أو انتهك حقه في الحياة فإن مسؤولية الحكومة المعترف بشرعيتها البحث والتحقيق والتحري والعمل بجد من أجل كشف الحقيقة، وأيضا عليها يقع مسؤولية كبيرة في الاهتمام ورعاية أسرة الزميل الصحفي محمد العبسي والعمل على الوقوف إلى جانبهم في ظروف قاسية. وكان محمد العبسي في الحقيقة هو المعيل لعائلته ولأسرته، وبالتالي اليوم أسرته خارج البلد ولا أحد يعرف ربما في وضع طبيعة الظروف بطبيعة الظروف. بالتأكيد يعني إذا كان الكثير من الناس يعني من الصحفيين وحتى مسؤولين فقدوا وظائفهم وفقدوا أعمالهم وفقدوا مصالحهم بسبب هذه الحرب، فمن الطبيعي أن تكون أسرة صحفي أيضا خسرت الكثير وأن لا تكون ظروفها على ما يرام، وبالتالي أعتقد أنه يتوجب على الجميع أيضا الالتفات إلى أسرة الصحفي محمد العبسي والعمل على رعايتها. أشكرك إذن أستاذ محمد الأحمد الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في الاستوديو في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.